من الجنيهات وملايين من الدولارات، وهذا ما يجب أن نستمر في عمله، وهذا ما نناقشه في شأن الشيخ هنا. حكومة المملكة المتحدة أعلنت أنكم تعهدتم ب بدفع مبلغ 10 مليارات جنيه. دعني أسألك، كيف يتم توجيه هذه الأموال؟ هذا يتم من خلال الحكومة إلى حكومة؟ هل من الحكومة إلى القطاع الخاص أو من القطاع الخاص إلى القطاع الخاص؟ كيف يتم توجيه هذه الأموال على الأرض؟ هذا سؤال رائع، لأن كمية الأموال التي تنفق مهم جدا. نحن نستطيع أن ننفق الكثير من الأموال، ولكن النقطة المهمة هي كيف ينفق هذا المال. ومن وجهة نظر المملكة المتحدة فإننا ننفق الأموال بطرق مختلفة، أحيانا نوجهه للحكومات، وأحيانا نساعد في تقديم الخبرات، ولكن أيضا بعض من هذه الأموال يذهب إلى البحث العلمي، إلى المؤسسات الأكاديمية، إلى الجامعات في كل أنحاء العالم، وتكون هناك فرص لتطوير تكنولوجيات جديدة الطاقة الخضراء مثلا على سبيل المثال، ويجب أن نساعد الجميع على أن ينجو في هذه الظروف الصعبة. دائما نحن نبحث عن الفرصة وكيف يكون هذا المال مؤثرا وفاعلا. لا نضيع أي فرصة للقيام بعمل إيجابي، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. هل هذا المال يكون له شروط مسبقة؟ لأن البعض يعتقد أن أو يخشى من أن هذه الأموال قد تحتوي يكون فيها الكثير من الروتين الحكومي. نحن نحاول أن نتأكد أن الأموال تحدث فرقا وتغييرا. إذا هذا الأموال التي تنفق من المملكة المتحدة يجب أن تكون فاعلة وتساهم في تغيير حياة البشر واحتواء التغيرات المناخية ومساعدة البشر المعرضين لهذه الأزمات وتلك الكوارث. يجب أن يكون هذا المال مؤثرا، ونحن نحتاج أن نكون شريك يعتمد عليه. ونحن لا نقول أننا يجب أن نتفق، يجب أن تتفق مع المملكة المتحدة في كل شيء. لدينا علاقات عمل جيدة جدا مع دول لا نتفق معها في كل شيء، ولكن فيما يتعلق بالتغير المناخي وأعتقد أن هذا أمر هام. دائما هناك ارتباط بين الحكومة والفاعلية وإحداث فرقا. الأمر دائما مرتبط بالضغوط السياسية أو المصلحة السياسية. لا نحن نريد أن نتأكد من أن المال يستخدم بشكل فعال. إذا من الواضح أننا نحاول أن نؤكد على أن هذا المال لا يسرق أو يفقد أو يضيع. يجب أن يحدث هذا المال تغيرا إيجابيا، لا تغيرا سياسيا. ونحن نريد من شركائنا أن يعرفوا أننا نركز على تحسين حياة المواطنين في كل أنحاء العالم وتحسين البيئة. الأمر ليس مرتبطا بإملاء شروط على الحكومات أو على الشعوب. كيف ترى، كيف تنظر إلى أحد الأمور المثيرة للجدل التي تمت مناقشتها في كوب 27، وهي الخسارة والضرر؟ هذا الأمر كان مطروحا في جلاكسو، ولكن نحن نتحدث عن التفاصيل. قد يكون هناك أطراف مختلفة، دول نامية وهناك دول متقدمة، والأموال كيف يمكن تعريف هذه القضية؟ هذا سؤال مهم جدا، وأنا أعرف أن هناك شيء في الأجندة الخاصة بكوب 27 يتم مناقشته من خلال الوفود عبر الأيام الخاصة بالمؤتمر. نحن نعرف أن المملكة المتحدة والأمم المتقدمة تسهم في تحقيق الازدهار للجميع، ونحن نعمل منذ عقود طويلة في حماية الغابات وفي حماية البيئة، ولكن أيضا نحن ندرك أن كل دولة
تحاول أن تسلك الطريق التي سلكتها المملكة المتحدة، ولكن نحاول أن نستفيد من الدروس التي تعلمناها لكي نساعد الدول النامية لكي تكون مستدامة من الناحية الاقتصادية. نعلم قد نكون على حق الآن، ولكن قد يكون ممارستنا ليست الأفضل في أحد الدول. لا نود أن نرتكب نفس الأخطاء مرة أخرى، ونناقش هذه الأمور عبر الأيام القادمة، وكيف يمكن للدول المتقدمة أن تفيد الدول النامية.